اهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهارده جاي اتكلم معاكم في موضوع بصراحه ما كنتش عايز اتكلم فيه خالص، بس انتوا اللي قلتولي اتكلم فيه، لان كنت اتكلمت قبل كده على حاجه شبهه لما نزلت الفيديو اللي قدامكم دلوقتي ورديت على الناس اللي كانت بتنتقد اساسنز كريد، واتكلمت عن السلبيات واتكلمت عن الايجابيات ووضحت كل حاجه. لكن الفتره اللي فاتت الانتقاد زاد جامد بالذات من عند اليابانيين، وخلينا نقول برضو ان في ناس من الغرب هم اللي برضو دخلوا في الموضوع وانتقدوا كمان، لان زي ما انتوا عارفين ان اي حاجه انتقاد ليوبي سوفت او الاساسنز كريد دي بتجيب مشاهدات جامده وبتكسر الدنيا، لكن لو حد اتكلم بكل موضوعيه وقال السلبيات وقال الايجابيات ده عمره ما هيجيب مشاهدات. ودي حاجه انا اتعلمتها من 4 سنين اول ما بدات المجال ده، فاي حد بينتقد اساسنز كريد وبيتكلم عن يوبي سوفت وحش هو ده اللي بيجيب المشاهدات. المهم خليني اقول لكم كل التفاصيل بتاعه الموضوع ده وايه اللي حصل بالظبط وايه رايي في الموضوع ده من الاخر، يعني علشان نقفل الموضوع ده خالص، لان الفتره الجايه هيكون في اخبار كتيره عن اساسنز كريد شادوز. اللي حصل بقى ان في فئه معينه من اليابانيين كانوا متابعين لاساسنز كريد، وبعدين شافوا ان اول تريلر يظهر ليه اساسنز كريد شادوز كان فيه ياسوكي بيظهر وهو ساموراي. الفكره كلها ان هما زعلوا من حاجتين. اول حاجه ان هو ليه انت تجيب ساموراي من اصول افريقيه اصلا، ليه ما تجيبش ساموراي ياباني ويبقى الموضوع خلص؟ هما ده اول حاجه كانت مزعلاهم، يعني انت المفروض بتعمل لعبه بتدور احداثها في اليابان، زي ما انت جبت نينجا من اصول يابانيه فتجيب برده ساموراي من اصول يابانيه. دي اول حاجه كانت مزعلاهم. انما تاني حاجه بقى هي زعلتهم بشكل اكبر، ودي اللي عملت الضجه في الموضوع ده كله، ان هما قالوا ان ياسوكي اصلا ده ما كانش ساموراي، ده كان عبد وكان ما يرتقيش ان هو حتى يكون ساموراي. والفكره بقى ان هم عملوا عريضه وقعدوا كلهم يقولوا لا احنا مش عايزين اللعبه دي تتعمل والكلام ده. طبعا ما فيش حاجه من دي هتحصل سواء كان كلامهم صح او غلط، الموضوع مش بيخلص بالطريقه دي. لكن اللي حصل ان بعد ما الموضوع زاد قوي وكل الناس بقت بتتكلم وحتى في يوتيوبرز كبار بقوا بيتكلموا عن الموضوع ده، لحد ما المدير التنفيذي طلع من خلال تصريحاته وقال ان احنا كشركه يوبي سوفت في لعبه اساسنز كريد دايما بنهتم باننا نرضي جميع الاطراف، واللعبه بتكون تحت اشراف ناس مختصين في المجال التاريخي، وبيقول برده ان احنا متقبلين كل الاراء اللي بنسمعها عن اللعبه. لكن برضو بعد ما قال التصريحات دي الدنيا ما هديتش والدنيا زادت اكتر، والناس اللي كانت بتنتقد وبتقول ان ياسوكي اصلا ما كانش ساموراي عددهم زاد قوي، لدرجه بقى ان يوبي سوفت نزلت تصريح كامل وقالت ان اصلا لعبه اساسنز كريد دي منتج ترفيهي وبتكون مبنيه على احداث تاريخيه، لكن هي مش كتاب تاريخ، يعني ممكن يكون فيها غلطات، ممكن يكون فيها ساينس فيكشن، ممكن يكون فيها حاجات كتير زي ما شفنا في الاجزاء اللي فاتت. لدرجه كمان ان اول حاجه بتلاحظها لما بتفتح اللعبه بتشوف الصوره دي قدامك، فهي بتقول لك ان اللعبه دي مبنيه على احداث تاريخيه وفي ناس مختصين بيراجعوها وبترضي جميع الاطراف وجميع الديانات وجميع الهوايات وجميع الميول. فشركه يوبي سوفت بتكون عارفه الموضوع ده كويس. وكمان قالوا حاجه مهمه جدا، قالوا ان تاريخ ياسوكي اصلا ما كانش معروف، فهل هو كان ساموراي او كان عبد؟ الموضوع ده ما كانش معروف، والموضوع ده هيكون محل للنقاش لان ما فيش اي حاجه بتاكد سواء ده او سواء ده بنسبه 100%. فخلاص هم قفلوا الموضوع ده خالص واتكلموا قالوا كل حاجه هم كانوا عايزينها، وبنسبه كبيره كده خلاص هم قفلوا الموضوع ده خالص واللعبه هتنزل. ايوه هتنزل، مش هيبقى فيها اي مشكله. طب انا ايه رايي بقى في الموضوع ده؟ بصوا عشان اقول لكم رايي في الموضوع ده خلينا نرجع لاساسنز كريد ميراج، لان طبعا اليابانيين اتكلموا عن اساسنز كريد شادوز، فاحنا برضه هنتكلم عن اساسنز كريد ميراج اللي هي طبعا تخصنا احنا. بصوا من اول يوم اللعبه دي اتعلن عنها وانا كنت مشارك في اكتر من حمله اعلانيه مع شركه يوبي سوفت، كنا بنسمع انتقادات حرفيا ما تعرفش جايه منين، انت ما تعرفش جايه منين. ناس عماله تقول اللعبه دي هتسيء للاسلام، اللعبه دي مش عارف ايه، اللعبه دي خلي بالكم ما تخلوش حد من ولادكم يلعبها، اللعبه دي هيبقى فيها حاجات مش كويسه من قبل ما اللعبه تنزل. هو بس نزل اول تريلر والناس كلها اتكلمت وقالت الموضوع ده، لكن بصراحه لما اللعبه نزلت ما حصلش اي حاجه من ده، لان يوبي سوفت كانت مديه صلاحيات لفرع الشرق الاوسط انه يتابع على كل حاجه ويكون مشرف على كل حاجه في اللعبه، لدرجه ان انتوا هتلاقوا في اللعبه دعايه للاسلام، ازاي الناس بتصلي، مين هو الرسول، ازاي الناس بتتوضى، لدرجه ان ده اصلا موجود في اللعبه. وهسيب لكم المشاهد دي وانا بمنتج الفيديو. فعلا اللعبه عملت كل حاجه علشان تظهر الاسلام بصوره كويسه، لكن فعلا كان في انتقادات كثيره من الاول، لان انتوا عارفين طبعا كل ما تنتقد شركه يوبي سوفت كل ما هتجيب مشاهدات اكتر. كل ما انت تكون جنب يوبي سوفت، مش هقول لك جنبي يعني انت بتطبل لشركه يوبي سوفت، لا هقول لك قول السلبيات وقول الايجابيات، لان مفيش حاجه في الدنيا كلها سلبيات ومفيش حاجه في الدنيا كلها ايجابيات. الفكره بقى ان الناس دي كلها لازم تنتقد اساسنز كريد، لازم تقول اساسنز كريد وحشه والكلام ده كله، لكن ان شاء الله اللعبه لما تنزل هتشوف اللعبه عامله ازاي. الناس دي لو حتى استنت ان اللعبه دي تنزل وبعد كده تقيم اللعبه او تشوف اللعبه دي هل من الناحيه التاريخيه اللعبه دي ادت اللي عليها ولا لا، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان دي مجرد لعبه في الاخر احنا بنلعبها واحنا بنستمتع. وانا كمحمد يعني من الموضوع ده كله انا مش فارق معايا التاريخ بجنيه بصراحه، يعني انا لعبه اساسنز كريد مش بيفرق معايا التاريخ خالص، على قد ما بيفرق معايا الجيم بلاي والصراع ما بين الاساسنز والتمبلرز. ده اللي انا عايزه في اللعبه، هو ده اساس اللعبه اصلا. اللعبه اسمها اساسنز كريد مش هيستوري اوف ذا اساسنز اصلا، لان اليابان ما كانش فيها اساسنز ولا كان فيها الكلام ده، فالموضوع كله مبني على الخيال العلمي اساسا، ما فيش حاجه اسمها انيمس، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. يعني الانتقادات اللي انتم بتسمعوها دي بدات تظهر في الفتره الاخيره، يعني انتوا لو فاكرين مثلا في الجزء الثالث كان بيحكي عن حرب الاستقلال،
حرب الاستقلال دي كان فيها اصلا جوه اللعبه جوه الجزء الثالث فيها غلطات كتير. يعني شفت انا قلت لكم احنا كعرب بعد ما شفنا اللعبه محدش قدر يتكلم، الناس كلها اللي كانت بتنتقد محدش قدر يتكلم. انتوا تعرفوا بقى ان كل الاشعار او 90% من الاشعار اللي في اللعبه اصلا هي اشعار جديده مش هي الاشعار الاصليه؟ طب تعرفوا ان معظم الاماكن التاريخيه الموجوده في اللعبه مش مكانها الاصلي؟ طب تعرفوا اصلا ان الخريطه دي كلها اساسا ممكن تبقى غلط؟ يعني الخريطه دي كلها التصميمات وكده والاماكن المحطوطه فيها الحاجات دي ممكن تكون غلط، لان اصلا مدينه بغداد القديمه دي اسمها مدينه مفقوده، ما فيش لها اثر اصلا دلوقتي، هي كلها اتدمرت. والناس اللي موجوده في العراق دلوقتي تقدر تاكد لنا الكلام ده في التعليقات عشان تاكدوا بنفسكم. يعني انت حتى ما لاحظتش من كتر ما اللعبه كانت متصممه كويس انت ما لاحظتش الكلام ده. فاللي عايز اقوله يا ريت الناس اللي بتنتقد اساسن كريد تستنى لحد ما اللعبه تنزل. يمكن انا في الفيديو اللي نزلته قبل كده ورديت فيه على الناس اللي بتنتقد اساسن كريد، قلت يا جماعه استنوا شويه لحد ما اللعبه تنزل، لان الناس كل تريلر جديد هينزل لاساسن كريد الناس بتنتقد وبتنتقد انتقادات جديده وملهاش اي اساس من الصحه. فعشان كده يا ريت الناس تستنى. انا متعود على الموضوع ده، انا قلت لكم انا متعود على الموضوع ده وزهقت منه وطلعت اتكلمت فيه قبل كده. يعني انا متعود على الموضوع ده، في ناس جديده لسه مش متعوده على الموضوع ده. لا، اساسن كريد اي جزء هينزل من اساسن كريد اعرف كده على طول ان ده فيه انتقاد على طول وتريقه، واللعبه دي نصبايه، واللعبه دي محدش يلعبها، واللعبه دي غلط تلعبوها، واللعبه دي هتبوظ المبادئ بتاعتنا. بصوا من الاخر هي كده اساسن كريد لازم انتقادات، لان هو ده اللي بيجيب لهم مشاهدات وهو ده اللي بيجيب لهم اللي هم عايزينه كله. فمن الاخر اللي عايز اقوله ان الموضوع ده واخد اكبر من حجمه، وان يا ريت كل واحد بيحب اساسن كريد يستنى للاخر. وانا اول واحد لو لقيت اللعبه مش كويسه انا اول واحد انتقدها. يعني انا لو لقيت ان الجيم بلاي بتاع اللعبه دي مش كويس انا انتقدها. لو لقيت برضو ان مفيش قصه عالم حديث قويه انا برضو هنتقدها. لو لقيت ان مفيش صراع قوي بين الاساسنز والتمبلرز انا برضو هنتقدها، زي ما قبل كده انتقدت اساسن كريد ميراج وقلت انها مش احسن لعبه نزلت، بس اللعبه كويسه انها فكرتنا بالاجزاء القديمه. بس اللي عايز اقوله ان احنا نستنى ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، وما تنسوش الفتره الجايه هيكون في اخبار جديده، لان خلاص احنا يعتبر دخلنا في شهر 8. حتى لو ما ظهرش اخبار جديده في شهر 8 يبقى شهر 9 ده هيكون مليان اخبار جديده بخصوص اساسن كريد شادوز واحتمال كمان اساسن كريد جيد. بعد كده بقى هنبدا نجرب اللعبه ونبدا نشوف حاجات جديده في اللعبه. فيا ريت لو انت مش عامل اشتراك للقناه تعمل اشتراك، ويا ريت كمان تدعمني بلايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد.